قم بتمثيل x أقل من 4 بيانياً. إذن دعونا نقوم برسم خط أعداد هنا. دعوني أضع، سأبدأ بالصفر من هنا، 1 2 3 4 5، ويمكننا أن نذهب لأقل من صفر، -1 -2 -3 -4، هكذا. الآن سوف نقوم بتمثيل جميع قيم x التي أقل من 4، لكننا لن نشمل الأربعة، إنها ليست أقل من أو تساوي 4، بل هي أقل من 4. ولكي أوضح أننا لن نشمل الأربعة، ما سوف أفعله هو أنني سأرسم دائرة حول الأربعة، وهذا يوضح أننا لن نشمل الأربعة. إذا كنا سنشمل الأربعة، ما علينا سوى وضع دائرة صغيرة مملوءة حتى نوضح أننا سنأخذ جميع القيم التي أقل من 4. سنقوم بتضليل خط الأعداد الذي يحتوي على القيم الأقل من 4 ابتداء من الأربعة، هكذا هكذا، ويمكننا أن نستمر بالتضليل باتجاه هذا السهم هكذا. هذه هي جميع الأعداد الأقل من 4، ويمكنك أن تتأكد منها. نأخذ أي قيمة تقع هنا في المنطقة الزرقاء، أينما كان هنا يوجد لون أزرق، -2 بلا شك أقل من 4، إذا أخذت هذه القيمة الموجودة هنا، هذه 2، إنها بلا شك أقل من 4، لا تنتمي إلى هذه الأعداد لأن 4 ليست أقل من 4، بل إن 4 تساوي 4. 5 أيضا لا تنتمي إلى هذه الأعداد لأن 5 ليست أقل من 4.